جزيلا. بمناسبة شهر رمضان المبارك تقيم نادي العمبالي الرياضي بطولة المرحوم الحكم الاتحادي لكرة القدم المرحوم محمد عسكر، وتقام هذه المباراة بين فريقي التربية وكذلك النادي الحدباء الرياضي. ونشكر إدارة نادي عمان على هذه الالتفاتة الجيدة بالنسبة للشهداء والمفقودين من الشريحة الرياضية في محافظة نينوى. هذه البطولة بطولة المرحوم حسين، هو أحد أعضاء نادي العمال الرياضي، وكانت بطولة رمضانية جيدة، تلاحم شبابي، روح شبابية حلوة، محبة وسلام في هذا الشهر الفضيل المبارك. خلال شهر رمضان أقمنا بطولة على روح المرحوم محمود عسكر، احد اعضاء الهيئه الاداريه لنادي عمان نينوى، وكانت البطوله ناجحه جيد جدا، وحضرها جمهور كثير من كافه الشرائح في محافظه نينوى. وكذلك ان شاء الله نعيد كل سنه تقليدا لروحي الطاهره. حضرنا اختتام بطوله المرحوم الحكم الاتحادي محمد عسكر على قاعه نادي عمان نينوى الرياضي. هذه البطوله التي جمعت جميع رواد محافظة نينوى الذين مثلوا الفرق الشعبية والأندية الرياضية في محافظة نينوى. هذه البطولة لها خصوصية لأن الراحل رجل رياضي معروف خلوق، رجل ضحى من أجل الرياضة، حكم اتحادي كان له باع في المجال الرياضي. فإن شاء الله نتأمل بالأيام القادمة أن يكون هناك بطولات تحمل أسماء رياضيين عملوا على خدمة الرياضة في مدينة الموصل وفي محافظة نينوى بشكل عام. فإن شاء الله نتأمل من المسؤولين أن يهتمون ببناء المنشآت الرياضية، بناء القاعات، بناء الملاعب، وخاصة المتلكئة حاليا في محافظة نينوى. حضرنا إلى المباراة النهائية للبطولة الرمضانية، بطولة المرحوم محمود عسكر. هذه البطولة برعاية السيد منال محمد خلف مدير شباب رياضة نينوى، والحكم الاتحادي عبد الرحيم البدراني، وبتنظيم من نادي العمار الرياضي. بطولة تأتي لدعم الأنشطة الرياضية في محافظة نينوى، كذلك لزيادة أواصر المحبة والتعاون والالتقاء في ظل شهر رمضان المبارك والأجواء الجميلة، وكذلك حضور للجمهور. هذه البطولة ابتدأت منذ بداية شهر رمضان، أول شهر رمضان أول يوم، واليوم المباراة الختامية في تقريبا يعني العشر وآخر من رمضان. كانت بطولة جميلة، وصعد للمباراة النهائية مؤسسة مديرية تربية نينوى وكذلك نادي الحدباء الرياضي.